2011 الى ابريل 2012 خدم الحزب الجمهوري في نطاق البطوله الديمقراطيه وقت راح رزناها من شهر جوان التو رئيس المجلس ما حتاش للنقاش الحزب الجمهوري حد يعالج صفحة الماضي وقت راح قانون العدالة الانتقالية اللي هي أحسن وسيلة باش نعالجوا صفحة الماضي التو رئيس المجلس التأسيسي ما حدهاش للنقاش بل بالعكس يوخر في القانون هذا باش يعدي قانون الإقصاء قبل قانون العدالة الانتقالية شنو هي العدالة الانتقالية كيف تعمل ذاك؟ ولكن الحزب الجمهوري يعتبر لما ما هي كان لما أولى إذا نلموا بعضنا ما أكثر سي سمير عقل وقال حتى في جيت حاضرين سي حمد المسار كان باش يكون معانا ان شاء الله ان شاء الله في اخر وقت تكونوا مع بعضنا اصدقائنا ولادنا اللي تعانوا في الدوله الديمقراطيه صاروا معارك ولكن لازم ندخلوا في التسامح وناس ترجع لعائلتها الطبيعيه التكتل اللي مشى في الطية ما فهمناش ليا فما برشا ناس جعلهم مشى العقل وشال عقليته مشي معانا في العالم الديمقراطية بعد الحزن بعد الحزن بطبيعة الحال هذا مش بشكلي يلزمنا نلموا ما أوسع ويلزمنا جبهة انتخابية تكون أوسع ما يمكن في هذا النطاق لجنة مركزية تاع الحزب الجمهوري طلبت منا باش كل الأحزاب الوسطية تتلم ونخدموا في هذا الأساس للمعارك ولكن مشروعنا ما يلزموش يكون كان مشروع ضد النهضة والسلفية مشروعنا لازم يكون مشروع يبدل تونس مشروعنا لازم يكون مشروع يرجع الأمل للشباب التونسي مشروعنا لازم يكون يرجع تونس في موقعها الحقيقي تونس اللي تنجم تنزعر تزدهر اقتصاديا تونس في الموقع الجغرافي بتاعها في المغرب العربي في افريقيا في جنوب اوروبا تنجم تكون موقع اقتصادي عظيم الازدهار يكون موجود والشباب بتاعنا ما شاء الله يروحوا للحق وهذا مش نقدولو مش نقدولو بطبيعه الحال مش كيف البرامج مش نحكولو بالعمل الميداني ما يلزمناش نركضوا على اذنينا النهضه تعبه في الحكم ولكن ما لدينا حابه تخدم يلزمكم الكلكم ويلزمنا كلنا كي نخرجوا من الاجتماعات كيما هكا ديما نفيقوا اللي راقب ديما واعيين اللي مش واعي راهو في العمل في المجتمع المدني في الاحزاب يلزمنا نخدموا مجتمعنا ويلزمنا نخدموه ويلزمنا ناخذوا المرحله القادمه على خاطر ما فماش اختيار الا الانتصار وعاملين